متسربي إلى شوارع نهاراً. التباعد في المسافات وقت الشراءات والتنقلات والمحادثات وضع ما زال متواصلاً مع قرار مجلس الأمن القومي التمديد في الحجر الصحي العام. قرار وإن يأتي على ضوء تطور الحالة الوبائية لفيروس كورونا في تونس، فإن البعض يرى فيه تداعيات اقتصادية واجتماعية فيما يستحسنه آخرون. يساعدنا كان باش يتمدد خير، نصبروا شهر ولا شهرين خير ما ترسينا في عام ولا عامين. خليها يرجعوا بشويه بشويه يخدموا، والله البلاد وقفت وراها سخط. الناس زوابلة، الناس على الاخر. الناس الكل تصبر وتعاون بعضها، ما عندناش حل اخر. ما فماش حل اخر، زايدين على العالم. نصبروا ونضبطوا. وديجا العباد بعضها لبعضها شوف فيها بالميدر وبالزوز، فهمت كيفاش؟ فهمني؟ وعندك تمشي للحياة الشعبية ديما تلقى فيها مكتظة وقدروا بين على رواحنا كهو كمامة وتمسح وتمسح يديك. تمديد في الحجر الصحي العام كانت قد أوصت به اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، يستحسنه الإطار الطبي المتابع للوضع الوبائي المحلي. من الهام جدا باش سرعة تفشي المرض تنقص، مش كما تعمل ألف إصابة في نهارين كما ألف إصابة في شهر. ألف إصابة في شهر منظومة صحية تنجم تستوعبها، ألف إصابة في نهارين ما تنجمش. دونك على ذاك أهمية الحجر الصحي، أهمية التباعد الاجتماعي باش نقصوا في سرعة تفشي المرض. يلزم الحجر الصحي يتواصل، يلزم التباعد الاجتماعي يتواصل، خاطر حجر صحي بلا تباعد في الفردي والاجتماعي ما يصلح لشيء. هي حاجة باهية لازمها تكمل، علاش؟ خاطر المشكلة اللي لا ترانسميسيون تاع الفيروس قاعد يصير من العباد اللي سون جينيرالمون اسيمبتوماتيك، يخرجوا يمشيوا ويجيوا ومن بعد يرجعوا لديارهم، يزانفكت العباد اللي كبار في السن واللي يبداوا في الدار واللي بيرسون اجي لي بارون خواتهم. دونك يفو بريفنير، لازم نعملوا نحترموا الحجر الصحي. احترام للحجر الصحي العام الذي كان قد أقر منذ 22 من مارس الماضي هو المطلوب من كافة التونسيين، خاصة في هذا الظرف الدقيق ومع الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم لتجنب خطر تفشي الوباء وتطويقه والتحكم فيه. نتباعد اليوم لنتقارب غدا. في مصحتكم الجميع.